اتكلمنا طبعا زي ما انتوا عارفين وبقالنا يعني يمكن حلقات طويله بنتكلم عن موضوع الطلاق، موضوع الانفصال، مشاكل الطلاق والانفصال على الابناء، التصرفات الغير مسؤوله من بعض الاباء وبعض الامهات اللي بتؤثر على الاطفال. يمكن اتكلمنا قبل كده في القوانين اللي بتتكلم على ان الطفل او يعني طفل الطلاق او الاطفال يقعدوا مع والدهم او يشوفوا والدهم ازاي، وان 3 ساعات قال لك مش هينفع، طب خليهم يومين، طب خليهم يوم، طب خليهم كذا. وعلشان احنا بنعمل ده وده، احنا طبعا شفنا مجموعه كبيره من الاباء كانوا بيتعرضوا لمشاكل كبيره جدا واتكلمنا معاهم ويمكن تعرضنا لبعض الانتقادات بهذا الشان. بس انا دايما احب اتكلم في الشقين زي بعض، زي ما في اباء مظلومه في امهات كتيره جدا يعني بيتم التنكيل بيهم ومظلومين عن طريق عند وعن طريق انتقام وعن طريق مشاكل. ما احبش اقول كلمه ان ام تخطف ابنها او اب يخطف ابنه، بس هذا ما حدث في الحاله او في هذه الفقره اللي احنا شفناها، ان ام تبص فجاه ما تلاقيش ضناها قدامها، فعلا اكبر كارثه ممكن تحصل في الدنيا ان يتم مساومتها على ضناها. ما ينفعش لاي سبب، حتى لو كان السبب ده يعني ايا كان، مش عايزه اقول يعني حتى لو من مين، يعني حتى لو تم اخذ الطفل ده من اي شخص ايا كان، انما طفل يتاخد من حضن امه بهذا الشكل وبدافع تنكيل وانتقام غير مقبول. هنعرف من الشق المجتمعي، من الشق القانوني. اسمع حضراتكم لو حد عنده اي تجربة ممكن يحكيها لنا. بس الحالات اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة، 2 من الامهات تم اختطاف اطفالهم بدافع الانتقام. نرحب بضيوفنا وندخل في الموضوع على طول. استاذ احمد مصلحي، المحامي بالنقد ورئيس شبكة الدفاع عن اطفال مصر، اهلا بيك. اهلا بيك، صباح الخير. برحب بمدام ولاء من اسكندريه، والده اسر، اهلا بيكي. ومدام مريم داوود، اهلا بيكي، والده فلومينا. طيب استاذ احمد، انا هستاذنك اسمع بس الاول الحالات عشان يعني التجارب العمليه. مدام ولاء، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا منفصله من سنتين، عندي ولدين، عندي ادم 4 سنين ونص واسر 3 سنين. كنت بوريهم لباباهم بانتظام، منين ما بيحب يشوفهم بيشوفهم من غير اي حكم رؤيه معايا. انت انفصلتي كده ودي؟ يعني هو بيشوفهم ودي. طلبت معاهم، بيباتوا معاه يعني؟ لا لا لا، هم لسه صغيرين، 4 سنين ونص وثلاث سنين بس. بيشوفهم، بيروح لهم الحضانه، اهله بييجوا الحضانه يشوفوهم، انا ساعات كنت بروح لاهله. يعني انا ما قصرتش موضوع الرؤيه ده نهائي. الانفاق، النفقه كان ممتنع عنها مع انه كان بيشوف الولاد عادي. بالظبط. طب اصرف على الولاد، قال لي لا، عندك المحاكم، طالما ما عملتش قضيه خلع عندك المحكمه. طول سنتين، طول سنتين مفيش اي مصاريف للولاد، انت متكفله بيهم من كل حاجه. ولاء، هو انت اللي طالبه الطلاق؟ انا اللي خلعت. انت عملتي الخلع؟ انت الاول خالص طلبتي الطلاق ولا كان في مشكله؟ طلبت الطلاق طبعا، رفض. انت عندك المحاكم، انا ما بطلقش. طب يا انا حبريك وطلقني، لا انا ما بطلقش، انت عندك المحكمه. طبعا عملتي خلع، لجأت للمحكمه وخدتي حكم. تمام. بس كان الدنيا ودي يعني، مش اي حاجه، ليه ما بيحب يشوفهم؟ لا ليا انا، لا للولاد. للولاد، تمام. بعد ما هو رفض ان هو يصرف عليهم. بعد المناقشات. بالظبط. كملي وبعدين. يوم ما خطف اسر، تاني يوم العيد من حوالي 90 يوم، قال لي انا عايز اشوف ولادي. لا يعني ايه خطف اسر؟ بصوا يا جماعه، مدام ولاء اتصلت بينا استغاثه قبل كده وقالت ان ابنها اتخطف، وكان الموضوع ما كانش واضح قوي على التليفون. يا مدام ولاء بقى، لو سمحتي وضحي. هو خرج مع ولاده زي ما بيخرج كل مره عادي، مفيش اي حاجه. واخر اليوم، اخر الخروجه يعني، وقفت جنبه عربيه ملاكي واخد ابني وركب العربيه. ثواني، انا ما لقيتش ابني. وساب الثاني. ساب الثاني، ساب ادم. هو اخد الصغير اسر. وساب الثاني. واخد وساب لي ادم. رحت القسم عشان اعمل محضر اثبات حال، قالوا لي لا، مفيش اب بيخطف ابنه. الموضوع وصل بيا للمحكمه، اعمل قرار تسليم صغير من المحامي العام. طبعا هو في خلال الفتره دي كلمني مكالمتين. واحده فيهم قال لي انت كده اسمه الحق، انت واحد وانا واحد، ومش هتشوفي اسر ثاني الا لو نفذتي انك تتنازلي عن قضيه النفقه بتاعت الولاد وتمضيلي على ايصال امانه على بياض عشان اضمن ان انت ما ترفعيش اي قضيه تاني. طب نفسيه ولادك؟ قال لي لا، مالكيش دعوه، انا بقول لك انت واحد وانا واحد، مالكيش عندي اسر. وادم لو ما نفذتيش هعرف اخده منك ازاي؟
طبعا انا رجعت لحضرتك والبرنامج عشان انا خلاص انا مش عارفه انفذ. يعني هو مش واخد الولد عشان عايز يبقى معاه ولا بدافع، هو واخد الولد عشان قدم استقاله من الشغل. القضيه الاهل سابوا البيت بتاعهم ومشوا، انا ما اعرفش عنوانهم، والبوليس الشرطه كلمته في التليفون قال لهم انا بره اسكندريه خالص مش هتعرفوا توصلوا لي، طب الحكم اللي معاها تبل له وتشرب ميته. ده الكلام اللي اتقال. وفي محضر بالكلام. المكالمه الثانيه ايه اللي قال لك فيها ايه؟ المكالمه الثانيه انا مش هسمعك صوته دلوقتي عشان خاطر نفسيا ما يتاثرش، عشان ما يفتكركيش وما يفتكرش اخوه، فما تستنيش مني ان انا هسمعك حتى صوته طالما انت وصلت الموضوع للاعلام وللتلفزيون. ده بعد ما كلمتينا. ايوه. طب استني هرجع لك تاني. تمام. مريم احكي لي ايه اللي حصل. انا متجوزه ليا 6 سنين حاليا، انفصلت ليا سنه طلاق للضرر. بعد كده قعدت يعني 3 سنين كنت في بيت اهلي عشان انا شغاله مدرسه، فما ينفعش ان انا اعمل انتداب غير لما اتثبت. اتثبت ال3 سنين دول كنت باخد منشطات، حقن، اشعه بالصبغه عشان احمل، ما فيش حمل حصل. لما انتدبت للقاهره اللي هو بيت الزوجيه هناك حصل الحمل. كان اول ما حصل بقى، اول ما رحت هناك ابتدت المشاكل، خناق، ضرب، حتى وانا حامل ضرب. كان يطردني الساعه 11 بالليل، مامته تفتح عليا الباب وتدخل. جيت بعد ما ولدت طبعا. استني بس استني. انت دلوقتي اتجوزتي وانت وجوزك ما كنتيش عايشين مع بعض؟ قعدنا 3 سنين عشان بحكم الشغل. وبعد كده متثبته. وبعد كده بعد كده اتثبت، وبعد كده سافرت. سافرتي؟ سافرت. تمام. وحملت بعديها على طول. اوكي. بس بعد كده حملت، خناق، مشاكل، مش عارفه ايه. المهم جت البنت. تمام. عندك بنوته واحده بس يا ماما؟ بنوته، هي بنوته بس. قعدت سنه وثلاث شهور. السنه وثلاث شهور قاعدين في البيت، يعني اللي هو بحاول اسايس الامور عشان بنتي تتربى بين اب وام صالحين. بعد كده رحت قلت، اتصلت بماما قلت لها بصي انا عايزه اجي اقعد عندك عشان انا نفسيا تعبت، البنت نفسيا تعبت. مفيش، جيت شهر يا دوبك. هو كان بيشوفها بتاع ده على النت، كان يعني كانت كل حاجه. انت المشاكل اللي بينك وبين جوزك ايه؟ كانت ايه؟ مامته وباباه، تحكماتهم، ضربي، كان يطردني بره، امشي، انا في رسائل، امشي انا مش عايزك، انا هطلقك، انا انا انا. يعني ما كانش قصر على موضوع البنت بس، لا ده تحكمات الاب والجد. الجد والجد والجد. بس بعد كده بنتك عندها كم سنه حاليا؟ يعني في 26/10 تكمل 3 سنين ما شاء الله. بس بعد كده رحت بيت اهلي قلت لماما انا عايزه اطلع من هنا سليمه عشان احس انا قاعده مع عصابه. بابا واحنا في القطر قال لي انا ممكن اخد البنت وانزل وما تعرفيش تعملي اي حاجه في القطر. وصلني لغايه بيت اهلي يوم 5/1/2017. تمام. جه بعديها بشهر كان بيشوفوها فايبر وواتس وكل حاجه، صور وفيديوهات، يعني الشهر الوحيد اللي انا قعدت فيه في بيت اهلي. قلت له انا مش استحاله العشره، انا خلاص انا. انت ما طلبتيش ان يكون ليكي شقه خاصه بيكي يعني؟ لا، ما هو بيت العيله. انت بيت العيله خلاص، انت اتحكم عليكي بالمؤبد فيه. هو كان بيضربك؟ والناس شاهده. وكنت بطرد الساعه 11 بالليل. بتطردي فين يعني؟ تروحي فين؟ بطرد، بقعد قدام البيت لغايه لما حد بقى يسمع صراخ ويسمع كده يروح مدخلني، وانا عشان ماليش حد في القاهره فكنت بضطر ان انا اسكت. مره في الثانيه في الثالثه تعبت نفسيا، البنت بقت تعبانه نفسيا، تتعب، مناعتها ضعيفه. حسيت اني مش هتنمو سويا، يعني مش هتطلع انسانه ناضجه. بس خدتها في بيت اهلي، قعدت شهر. كنت شغاله في المدرسه، ماما اتصلت بيا قالت لي ده هيجوا يشوفوها هو والاب والجد. قلت له تمام، والجده تمام ماشي، يجوا يشوفوها، خلي بالك منها. خلاص تمام ماشي. يا دوبك دخلت ماما تعمل لهم الاكل، طلع الاب والجد بره، احنا نشتري لها لعب. اتسحبت الجده وراهم، خدوا البنت وقفلوا موبايلاتهم. لغايه الان البيت في الاميريه في شارع الكابلات مقفول، هربانين هو وبابا ومامته واخوه ومرات اخوه. مشكور المحامي العام بتاع اسيوط، رفعت، عملت محضر خطف. تمام. اتحول قضيه، اتحول لقرار تسليم المحامي العام في اسيوط، قرار تسليم المحامي العام في القاهره، حكم ضم صغير. بعد كده رحت رفعت طلاق وخدت، حصلت على طلاق. مش عارفه، كل ما بروح انفذ لم يستدل على عنوان البنت. فين؟ ما اعرفش. انا يعني مش عارفه اوصل لبنتي، اكلمه اقول له ابوس جسمتك عايزه اعرف بنتي فين، يقول لي ما معيش. انا من يوم 5/1 ما اعرفش عنك اي حاجه ولا البنت، يعني حتى مش هي مش مطمني عليها.
يعني هو كمان بيقول لك انا ما اعرفش حاجه. مش ما اعرفش حاجه. بابا بيتصل بينا باقذر الالفاظ، المساومات على التليفون الارضي. لولا ماما اتكلمت وقالت له ما ينفعش ولا اي حاجه. سنه وثمان شهور ما اعرفش اي حاجه عنها. قعدت ثلاث سنين عشان اجيبها. ولسه ما تعرفيش ولسه ما اعرفش اي حاجه عنها. عملت فيس فلومينا مخطوفه، حطيت عليها صورها، بناشد اي حد يشوف الصوره عشان بنتي فيها وحمه علامه في ايدها لونها بني. دي في صوره قربت تكمل ثلاث سنين في 26/10. ذلك الدين ما شفتيهاش يا مرت. سنه وثمان شهور. سنه وثمان شهور لما يستدل العنوان الاب عليه. ومعايا احكام، يعني المفروض ان وزير الداخليه يساعدنا ان احنا نرجع عيالنا. احنا مش عايزين حاجه غير نرجع عيالنا. طيب طبعا لو اي حد يعني متابع هذا المشهد دلوقتي، مريم بقى لها سنه وثمان شهور ما شافتش بنتها اللي هي هتكمل ثلاث سنين في امس الحاجه لامها دلوقتي. واللي بيحصل ده يا جماعه، يعني حتى لو اهل الزوج او اهل طالقها متضايقين من مريم، في مشاكل، مشاكل بين الاهل وبعض، بين البنت الصغيره يا جماعه ملهاش دعوه. البنت دي ليها اب وليها ام. الطريقه دي ما تنفعش. دي مش يعني ده قمه وجع القلب اللي في الدنيا. احنا في الاول كنا بنقول يعني طفل يتاخد من حضن امه بالمنظر ده. الحقيقه يعني اي حد دلوقتي قاعد وسامع مريم او سامع حتى قصه ولاء، يعني ولاء ما اعتقدش ان نفسيتها ممكن تكون لحد دلوقتي مظبوطه بسبب ان هي قعدت ما شافتش ابنها طول الوقت ده. استاذ احمد، يعني نحكي شويه بقى عن الشق القانوني. بيقول لك هو ما فيش حد بيخطف عياله، ما فيش ام بتخطف عيالها، وما فيش اب بيخطف عياله، بس اللي احنا شايفينه ده ايه؟ يعني هو ما فيش اب بيضرب اولاده؟ لا، في ومفيش زوج بيضرب زوجته واحنا شايفينه. لا، يعني انا عايز اوضح فكره الاعتداء على الطفل. طالما في اعتداء باي شكل من الاشكال، حتى لو كان اللي ارتكب الجريمه ده الاب او الام، جريمه ايا كان، ايا كان، سواء الاب او اسمها الاب اللي انا اب فده ابني يبقى ملكي، اتصرف فيه كما يشاء، اخده اخطفه من امه، اخطفه من حاضنه، او ان انا اضربه او اعتدي عليه، مهما كان الجريمه. بالعكس، هنا القانون الطفل بيقول ان لو الاب او المتولي الرعايه هو اللي ارتكب جريمه تضاعف العقوبه، او بمعنى اوضح الحد الادنى للعقوبه. ده القانون بيقول كده؟ ايوه طبعا. امال ايه اللي اتقالها في الاسم؟ خليني اقول لحضرتك، دي جريمه خطف مكتمله الاركان، لا نقاش. مفيش حاجه اسمها اصل هو ده ابوه، دي ثقافه لازم تنتهي. احنا القانون تطور، يعني في 2018 السنه دي، في يناير 2018 تم تعديل قانون الخطف مخصوص عشان الجزئيه دي. كل من خطف طفل بدون تحايل او اكراه، كل من خطف طفل بدون تحايل او اكراه، كان بيتكلم عن مين اللي بدون تحايل او اكراه؟ اكيد القريب، القريب، اب، اي قريب. ما هو هربان وهم مش لاقيينه، يعني حاجات بقى تحايل. الأول في تحايل، انا عارفه ان القانون موجود وعارفه انه بينفذه، عشان تبقى الامور واضحه. مفيش حاجه اسمها ان الاب طالما اب ما يخطفش، لا يخطف، او ما يعتديش، لا يعتدي، او ما يرتكبش جريمه على ابنه، لا يرتكب. وبنشوفنا احداث طبعا كتيره واحداث جسام على الاطفال من الاب بيرتكبها على ابنه، او من الام على الاطفال. ده رقم واحد. يبقى هنا القانون بيحمي لابعد درجه. كمان هما الاثنين واخدين احكام بالتسليم، يعني ان دول يسلموا او قرارات محامي عام بقوه الحكم خلاص. بان هو طبعا، لان قانون الاحوال الشخصيه ادى المحامي العام عشان سرعه الاجراءات، اداله ان يصدر قرارا ويطبق فورا ويسلم فورا او ينفذ فورا. ليه؟ عشان سرعه الاجراءات، عشان ما نحرمش الاب او الام من الطفل. ده رقم واحد، القانون هنا بيحمي. رقم اثنين، الخطوره، ودي رساله مهمه جدا. احنا لازم نبعد اطفالنا واولادنا عن الخلافات الاسريه، لازم. الخطوره في ان انا احرم طفل من امه، اول متضرر الطفل. اول متضرر الطفل. الطفل ده
فجأة كده هيكبر وهيبقى لازم يخش في مراحل علاج نفسية متعددة، لأنه هيبقى ولو ما دخلش هيكبر ويبقى شاب غير سوي. غير سوي ده وهيمارس العنف بشكل أكبر على الآخرين، وهيبقى هو كمان أب بيمارس العنف على أسرته وعلى ابنه، أو هو أب منطوي أو لا مش هيكمل تعليمه، هتحصل مشكلة لازم. طيب يبقى ده لازم الأب يعرف، ده الأب الخاطف ده لازم يعرف حاجتين مهمين، أولا إنه ارتكب جريمة، ثانيا إن أول متأثر الابن أو الابن. طيب بصوا يا جماعة، اللي احنا بنسمعه ده نتيجة إن احنا فاهمين موضوع الجواز والطلاق غلط. يعني أنا فاهم الطلاق ده، باخد الطلاق ده أو الانفصال ده على قلبي، إن ده إهانة شخصية ليا، ده مش حقيقي. الطلاق ممكن يكون مشكلة وممكن يكون حل لو هو الاستحق، وإلا ربنا سبحانه وتعالى ما كانش شرعه علشان يحل بيه مشاكل. خلاص الانفصال يبقى مشكلة أو يبقى حل، إنما إن أنا أخد الموضوع على قلبي كأنه شتمني أو كأن هي شتمتني إن هي قالت لي طلقني، لا ده مش حقيقي. هي بتقول طلق علشان، أو هو بيطلق علشان مش مرتاحين. ما هو في عندك مشكلة بقى كبيرة، ان انتوا لو فضلتوا مش مرتاحين وفضلتوا قاعدين مع بعض برضو هيحصل مشاكل، وبرضو هيبقى في جرائم في البيت، والجرائم دي بقى هتبقى مستخبية. يعني الجرائم دي مش هنسمع عنها غير بعد لما المصيبة تحصل. فهنا الطلاق يبقى حل، الطلاق يبقى مشكلة لما يبقى الاتنين ما عندهمش حق، يبقى حد كذا وحد كذا، ماشي في المشاكل اللي احنا بنسمع عنها. انما لو سمحتوا لما نيجي نتكلم عن الانفصال او عن الطلاق ما تاخدوش على قلبك، ما تحسش ان عشان هي اللي طالبه طلع انا اطلق بمزاجي، انا اللي اطلب مش هو اللي يطلقني على كيفه، وفي الاخر اللي بيتبهدل العيل الصغير، وانت بتضيع عمرك وانت بتضيع عمرك. ف يعني دي بتبقى احنا فاهمين المنظومه على بعضها غلط، مش مظبوط. ما ينفعش ان انا ما بنتقمش من اللي قدامي ان انا بقول له سيبني ولا طلقني، ما اشتمهوش، ما باهنش شخصه. هي الفكره كلها ان الحالات اللي معانا دول ما ارتاحوش. اي واحده بتتضرب وانا لسه ما عرفتش ولا بتضرب برضه، الاثنين بيتضربوا، بتضرب برضه، مطالب مني ان انا احط مرتبي كله في البيت، لو ما عملتش كده يبقى انا ما استحقش ان انا اعيش معاه. مرتبي كله لازم يكون في البيت، اي حاجه اجيبها شخصيه بحس ان هو بينتقم مني، انت ازاي تعملي كده، واخده بالك من نفسك ليه؟ واخده بالك من نفسك ليه؟ بالظبط بالظبط، انا موظفه فانا من حقي ان انا البس اعمل. لا لا هي اي واحده من حقها، لا معلش انا بنزل، انا بنزل على فكره، حتى لو بتنزل مش بتتعامل مع ناس، حتى لو في البيت هم محرمين. لا لا ازاي ازاي إيه لما كنت اطلع وانت مدرسه تجريبي وانت مدرسه مدرسه في مدرسه تجريبي كنت بطلع لا ما تلبسيش كده، لا ما تعمليش كده، وانت رايحه غيره ولا إيه؟ غيره ولا لا ده تحكم من 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 الاب وال من الجد والجده. يعني حماكي يعني هو اللي بيقول يعني الزوجي نفسه طليقي نفسه يعني كلهم عارفه اللي هو انت قاعده في النص، لا ما تعمليش كذا، لا ما تلبسيش كذا، لا ما تطلعيش كذا. جوزتي عن حب ولا صالونات؟ لا صالونات. وانتي ولا حب؟ جوزتي عن حب. اها احنا الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم جواز الصالونات احسن ولا عن حب، دي حالة صالونات وحالة هم يبكي وهم يضحك. طيب انا عايز اسمع حالة اخرى، معلش يا استاذ احمد يعني عشان بما نستغل بقى وجودك معانا. اسماء الو يا اسماء الو ايوه صباح الخير اسماء، وطي التلفزيون لو سمحتي. لا التلفزيون وطي خالص كده تمام. علي صوتك بقى عشان اسمعك. صباح الخير عليك. صباح الفل يا حبيبتي. مشكلتك ايه يا ماما؟ مشكلتي ان انا ام لطفل دلوقتي هو عنده 10 سنين، اتاخد مني من 3 سنين ان هو عنده 7 سنين. طول الثمان سنين دول احنا انا انفصلت بعد شهر ونص جواز، كنت محجوزه من الاقصر لاسباب انا ما حبيتش برضو اعلن عنها، لان في الاول في الاخر هو ابو ابني ما اقدرش. انت اتجوزتي شهر ونص وطلقتي؟ شهر ونص وانفصلت. وبعدين؟ الاسباب زي ما قلت لحضرتك انا عشان ابو ابني مصر. ماشي يا فندم. لكن انفصلنا بمنتهى الاحترام، اتفقنا ان احنا هيجي يشوف الولد في اي وقت وانا مش هحرمه من ابنه تماما، وهو اتفق على المصاريف بتاعت الولد، اتفقنا ان هو هيجي يحضر الولاده، ما حضرش الولاده وبعد 15 يوم جه، كنا عرفنا خلاص ان هو تزوج، يعني هو تزوج على طول. برضه فضلنا ماسكين ودي، ما فيش اي مشاكل طول الثمان سنين.
بيروح الاقصر عنده، لما كبر الولد شويه بقيت اوديه الاقصر عنده، يسافر يقعد بالشهر والشهرين عند ابوه عشان يعرف اخواته ويعرف عيلته، والولد ما يبقاش في حاجه نفسيا تعبان. الى ان في 2015 قررت ان انا امارس حق حقوقي واتزوج. لما ابني كمان كبر، وهم كمان هو ومراته، ومراته كانت عامله صاحبتي جدا، شجعوني وقالوا لي لا طبعا حقك ولازم تتجوزي، واحنا عمرنا ما هناخد منك ابنك، وانا ام ولازم احس بيكي، وانا متكلمه معاك الموضوع ده، وطمنوني على الاخر ان انا اول ما اتجوز الولد هيبقى معايا عادي ما فيش اي مشاكل. لدرجه انه راح دفع له مصاريف المدرسه ومصاريف كل حاجه عشان ما اخدش بالي خالص ان هم ناويين على الغدا. راحوا باركوا لامي في البيت وجابوا لها تورتايه هو ومراته، وكله تمام ما فيش اي مشاكل، لحد ما عمه طلب ان هو يجي يزورني في البيت يبارك لي وياخد الولد يوم علشان باباه موجود في القاهره يفسحه ويرجعه لي ثاني يوم عشان المدارس. اليوم ده كان يوم 28/10/2015. انا لحد دلوقتي ما اعرفش ابني فين، عارفه مكانه ومعايا احكام. امي خدت حكم ولايه تعليميه وتسليم صغير من المحامي العام 4 مرات نروح ننفذه، بيتبلغ من الاسم وبيتبلغ من المحكمه، وحتى الفندق اللي بننزل فيه ليه عيون فيه، اول ما بنروح بيقولوا له دول وصلوا وياخد الولد ويمشي. اتعرضنا لاهانات وبهدله انا وامي، كل ما نروح نلاقي علينا احكام حبس. يا اسماء انا عايزه افهم السبب ده ايه؟ يعني هو الراجل طلقها واتجوز وعنده حياه وقال لها ماشي اتجوزي مفيش مشكله لما الولد يكبر، فهي اتجوزت عادي يعني، انا مش شايفه مشكله. ايه اللي حصل؟ يعني كل ده كان ماشي، الدنيا كانت ماشيه كويس، وفجاه خد الولد ومرجعهوش. غدر خده غدر كمان، يعني هو كان مبين ان هو هياخده اصلا ومظبط له كل حاجه ونقله مدرسه هناك دون المستوى. انا ابني كان في مدارس لغات هنا انترناشونال وكان مستواه كويس جدا وبيطلع من الاوائل، نقله في مدرسه عربي، المدير بتاعها زميل صاحبه او قريبه حاجه زي كده علشان خاطر ما بيحضرش المدرسه. تواصلت مع مدرسات هناك قالوا لي الولد ما بيحضرش خالص، والولد بقى عصبي جدا وعدواني. لما يئس في المحكمه ان هو مش عارف يقول على امي، طبعا عشان امي الحاضنه ان هي مريضه وما تقدرش والكلام ده، لجا لان هو يقول عليها في وسط المحكمه وما اتحركش ان هو يقول كده على ابنه وجده ابنه ان امي بتعتدي على الولد جنسيا علشان خاطر، وبيوديه لدكاتره نفسيين. رحنا زي ما قلت لحضرتك، كل ما بنروح بنلاقي نفسنا واخدين احكام، مره حكم شهر حبس لسب وقصف المدير وده ما حصلش، مرتين ضاربين ناس ما نعرفهمش ولا نسمع عنهم حاجه، لدرجه ان مره ضاربين واحد احنا واصلين الاقصر يوم 18 هو عامل التقرير الطبي بيوم 16. التقارير الطبيه بتطلع من مستشفى الاقصر العام عشان برضو فيها دكاتره قرايبه. طيب. مطلعه تقرير طبي لامي مزور ان هي مريضه. انا عندي تعليق بس على مشكله اسماء، بقول لك ايه، سيبي رقمك لو سمحتي هاخد تهاني اسمع بقى مشكله تهاني لشين. الو. ايوه صباح الخير. صباح الفل يا حبيبتي. صباح الخير عليكم كلكم. صباح الخير. حضرتك انا ام برضو لثلاث اطفال، والدهم مركزه مرموق جدا، والدهم كان ماله؟ مركزه حلو يعني، كان عقيد سابق في الجيش. هو يا حبيبتي ممكن توطي التلفزيون لو سمحتي، انا مش عارفه اسمعك. حبيبتي. الو. هاي يا حبيبتي. الو. في مشكلة في الخط، معلش يا تهاني كلمينا تاني بعد اذنك. تهاني ابعتي طيب لو معرفتيش توصلي علشان صوت بيقطع، مش عارفة اسمعك خالص. يا جماعة لو سمحتوا معلش، انا عارفة ان في ضغط كتير على التليفون، بعد اذنكم من فضلكم اللي حاول بس يتكلم لو معرفتوش توصل بالتليفون ابعت لنا بسرعة على الصفحة عشان نقول المشكلة. مدام تهاني بعد اذن حضرتك ابعتي المشكلة لو معرفتيش توصلي علشان التليفون بيقطع. طيب انا تعليقي على مشكلة اسماء وهسمع الجزء القانوني. طليق اسماء معلش يعني هو عنده مشكله انتقاميه بحته، هو الراجل عنده حياه ومتجوز، هو لمجرد انها اتجوزت طول ما هي ما كانتش متجوزه، مع ان هو اللي مطلقها ومطلقها بعد شهر ونص جواز، يعني هو ايه مش عايزها. طب انت اتجوزت، هي ليه مش من حقها ان هي تتجوز؟ وبعدين ليه الولد ما يبقاش بينك وبينها؟ يعني حضرتك دلوقتي واحنا واسماء بتتكلم بتقول لي ايه؟ حاله خطف. مفيش كلام. خلاص اتفقنا على موضوع الخطف ده. انما فكره الثقافه هي الاهم، ثقافه التعامل مع الابن، وده مهم قوي. احنا خلاص اتفقنا تماما ان اول المتاثرين واكثرهم تاثيرا هو الابن او الابنه، الطفل نفسه ده اكتر واحد هيتاثر بالخلافات دي، سواء اذا كان العلاقه الزوجيه مستمره او انتهت.
طبعا مفيش شك ان في انتقام طول الوقت، والانتقام ده اللي بيدفع ثمن الطفل. يعني في انتقام، الاب بينتقم، الام ده انتقام رخيص يا فندم. انا ما ينفعش ان انا انتقم من شخص في ابنه، حد ما ينفعش ان انا اذي طفل صغير عشان انا متضايقه من ابوه، او ان طفل يعني حد يأذي ابني عشان هو متضايق من يعني ما تجيش بس يقول لك اصل هي ما تنفعش ام، اصل هو ما ينفعش اب. لا، هو ما ينفعش جوزك، تمام، او انت متضايقه منه او انت متضايق منها، انما هو باسمكم انتوا الاثنين، ده ابنك وشايل اسم ابوه. فالنقطه دي احنا لازم نفهمها كويس قوي. مش عايزه اقول لكم وانتوا بتتطلقوا وانتوا بتتجوزوا، مش وانتوا بتتطلقوا واحنا بنختار، عشان انا عندي هنا الاختيارين مش مظبوطين، وواضح ان المدام اسماء برضو الاختيار مش صحيح. اتفضل يا استاذ احمد. انا عايز اقول لحضرتك ان دي حالات الحقيقه متعدده وكتير قوي. لازم نبقى فاهمين ان دي جريمه بترتكب في حق الاطفال، ولازم نبقى يعني النهارده لما انا بدعو الزوج او المطلق للبيت عندي واقول له تعالى شوف بنتك، في الاخر ياخدها وينزل بطريقه او باخرى ويتحايل بهذا الشكل، دي جريمه واضحه ومكتمله زي ما قلت لحضرتك. انما احنا بنتكلم في الحلول دلوقتي، وده مهم قوي. يعني احنا واخدين كمان قرارات تسليم وجاهزين، مفترض نستلم اطفالنا، فجاه يختفي الاب من المكان او يغير محل سكنه، او ان هو يبقى عارف بعض الاشخاص يبلغوه بان جايه قوه التنفيذ دلوقتي، فبيهرب من التنفيذ هو والابن من البيت اللي ساكن فيه المكان تاني. كل دي مشاكل والحقيقه متعدده وكتير قوي. يعني يمكن هم مع بعض اتلموا مع بعض اكتر من 21 حاله بنفس التفاصيل دي، البنات هنا جمعتهم. وانا جمعت الحالات دي كلها موجوده معايا بالتفصيل، وهيبقى في لقاءات متعدده جايه مع النائب العام وغيره لتنفيذ القرارات دي فورا. طيب هرجع مهما في حاجه عايز اقولها لحضرتك، في جزء لما بيسيب المكان احنا ممكن هنا نلجا لمكان العمل، وده موضوع مهم. ما هي بتقول لك استقال. عندنا بعض، وعندنا هنا عندي هنا ولا انا في شركه راسكم من المقاولات. يعني بس انا في حالتي قدم استقالته. طب هو يعرف يهرب، قدم استقالته. طيب تخيلوا بعض الحالات، مش دي بالتحديد. طيب انا محمد بيقول لي بحاول كمان اكلمكم، التليفونات مشغوله. معلش يا محمد حاول تاني وبعت لنا لو سمحت المشكله. انا معايا ام احمد. الو، معلش يا جماعه في ضغط تليفونات، انا اسفه جدا. معلش يعني علشان انا عارفه ان المشكله دي يعني ليها اسباب متعدده، ف يعني او في يعني كذا مشكله يعني مشابهه، فعشان كده التليفونات بتبقى عليها ضغط. معلش يا جماعه ابعتوا لنا لو سمحتوا كمان على الاس ام اس او على الفيسبوك. طيب احمد ابو اليزيد ابو زيد بيقول هو سبب الحالات دي هو التعنت في عدم رؤيه الاب لاولاده الفتره الموجود فيها الطفل او الابن مع الام، بتحرمه من التعرف على اهل ابوه. في ناس بتعمل كده، بس انا عندي هنا الحالات هنا ما بتعملش كده. مش الحالات دي، في حالات تانية حضرتك بتتكلم عنها، انا موافقك فيها تماما، انما الحالتين اللي معايا هنا والمدام اللي اتكلمت من شويه ما كانش ده الموضوع. وتمام. طيب كذا برضو ام بعتلنا مشاكل مشابهه على فكره استاذ احمد، وبيقولوا لنا برضو التليفونات مشغوله. انا اسفه والله، موضوع التليفونات ده مش في ايدي، بس نحاول معلش نتصل تاني لو مش كده ابعتوا لنا على الفيسبوك. بس حضرتك تقريبا في اتفاق هنا في البرنامج وبين كل العاملين في قانون الاحوال الشخصيه ان هو محتاج الى تعديلات او الى قانون بالكامل من اول وجديد، وده تقريبا في اول انعقاد في اول 10 خلاص هيتم اول مناقشه اول قانون هو قانون الاحوال الشخصيه الجديد. في جزء من هذا القانون له علاقة بتأسيس من وزارة الداخلية، ده على وزارة الداخلية أن يصدر قرار الوزير بتأسيس قوة تنفيذ خاصة بهذه المشاكل. يبقى هو ده بقى يعمل تحريات مناسبة، يقدر يتواصل بشكل أكبر لمحل الإقامة الجديد، يقدر يقابل الأسر هنا ويعرف مشكلتهم أكتر، وهيبقى فيها مشاركة كبيرة من الشرطة النسائية، وهيبقى بصراحة يعني مؤخرا مجهود مجتمعي من وزارة الداخلية غير عادي، يعني لازم برضو يعني الواحد يشيد بهذا الموضوع، وأعتقد إن ده يعني جاي قريب اللي حضرتك بتقوله ده.
المطالبات دي جايه قريب وهتبقى موجوده يعني. يعني ان شاء الله يوم الاثنين عندي ميعاد في وزاره الداخليه قطاع حقوق الانسان نعرض الموضوع بالتفاصيل. احنا جمعنا اكثر من 21 حاله دلوقتي بالظبط بتفاصيل كل حاله طبعا ليها ظروف مختلفه طبعا. ولكن مش بينهم ان الام حرمت الاب من الرؤيه، ما فيش في ال 21 حاله دول. هو 21 حاله فيها خطف فعلا، فيها تعمد ان انا اخد الطفل لاسباب مختلفه، مره للمساومه بقول لك كده في يعني في هنا المساومه اهي انا بساومها بقول لها تنزلي عن القضايا وانا اوريك الابن، وبعدين في ابن تاني طفل تاني. يعني هو الاب حرم نفسه من لا الطفل. هو مش بي... يعني مش حرم نفسه، هو في حاله ولاء، هو ما خدش الطفل عشان عايز يشوف الطفل، هو خد الطفل عشان هي تتنازل عن المحضر. دي نقطه تانية خالص. انا بس عايزه ولاء، انت بعد ما كلمتينا هو هددك تمام. طيب ورجعتي الولد ازاي؟ ما رجعش لسه، ما رجعش. لا لا ابني ما رجعش، بقاله 3 شهور بقاله 3 شهور ياسر بعيد عني. انا ما سمعت صوته، ما اعرفش اي حاجه عنه. صدره تعبان وعنده حساسيه مزمنه في الشعب الهوائي وبيتعالج. رافض حتى يسمعني صوته. ما كانش بيعدي عليه اسبوع من غير ما يسمع صوت ولاده. لما كان بيعدي اسبوع من غير ما يروح لهم كنت بكلمه اقول له روح لهم عشان هم ما يزعلوش، بيسالوا عليك روح لهم. يعني كانوا بيكلموه في التليفون على طول، كنت بحكي له تفاصيل يومهم كل يوم على الواتس، كل يوم بقول له اسر عمل كذا، ادم عمل كذا، ادم النهارده خد رقم 4، خد رقم 5، بفرحه بولاده، بصور له كراسه، بقول له بص ادم خد نجمه. ما حرمتوش منهم. هو انت طلقتي ليه يا ولاد؟ خيانه. ما اقدرش اتكلم. يعني مش هقدر اعلق يعني. طيب ولاء اتجوزت عن حب عشان كده اتطلقت بسبب الخيانه، مش كده؟ وما حاولتيش ان انت تتحري يمكن يكون مظلوم او حاجه؟ لا لا مش مظلوم. تتأكد؟ هو كانش عايز يطلق؟ لا عشان هو شايف ان دي حاجه عاديه. مش من حقك تلوميني عليها، اي راجل بيغلط. موضوع اتكرر خيانه ولا هي مره واحده؟ انت قعدتي كام سنه متجوزه؟ 3 سنين. المهم ان الست اللي بتتجوز عن حب وبتتخان الناس بتبقى فاهمه ان هي لما تيجي تتطلق ان هي كده يعني بتتطلق لسبب مش مقنع. انتوا مش فاهمين هذا الالم عامل ازاي. غير الحاله الثانيه اللي معايا اللي اتجوزت عن صالونات، مش كده؟ طب ما كانش في فتره خطوبه يا مريم؟ كان في فتره خطوبه، ما اكتشفتيش فيها اي حاجه؟ انا من اسيوط وهو من القاهره، فعشان ينزل بينزل اسبوع، الدنيا مش واضحه يعني، الدنيا مش باينه، تحكمات اهله مش الدرجه. لما بدات بقى ان انا انتدبت وقعدت في القاهره بان الدنيا بقى. الدنيا بانت على 30. انت عندك 33. صغيرين جدا يعني، على يعني يمكن كنت بقول لحضرتك قبل صغيرين قوي ان هم يحصل معاهم مشاكل. طبعا مش معقوله يعني، الموضوع صعب جدا. انما يعني معلش انا مضطر اوجه انذار شديد اللهجه الى كل اب خطف ابنه ان هيتم اتخاذ اجراءات مختلفه عن الاجراءات الروتينيه، وده هيتم وبشكل سريع جدا بدايه من يوم، يعني بدايه من الغد هيبقى في اجراءات مختلفه تماما على الاجراءات الروتينيه، وان هو يتهيأ له انه يهرب من التنفيذ النهارده او هيغير محل اقامته او ان حتى هيستقيل من الشغل. الكلام ده الابن لازم يرجع لامه لان ده الوضع الطبيعي، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بهذا الوضع. عشان كده مهما حصل لا يمكن تنازع عن الحضانه، يعني الام لا يمكن ان تتنازل عن حضانتها ابدا. ليه؟ لان الطفل بيبقى محتاج رعايه الام في هذا الوقت. بيبقى محتاج رعايتها الا في حالات ان تكون الام غير امينه، ودي الحقيقه صعبه جدا. انما في الاعم والاغلب ان لازم الطفل يبقى موجود في رعايه امه في فتره طبعا الحضانه الممكنه. طبعا احنا عندنا قانون دلوقتي لغايه 15 سنه، في مناقشات كبيره قوي وكثيره في الموضوع، انما هنا لازم يبقى في حضانه امه، ودي قواعد العداله والقانون الطبيعي، ربنا خلقنا بهذا الشكل حمايه للطفل. انا كل اللي انا بتكلمه حمايه للطفل الصغير، لانه لازم ينشا في هنا كلف اسره كمان، حتى لو مختلفين يبقى حتى لو منفصلين او منفصلين. معلش يا جماعه الناس اللي يعني اللي بتعمل هذا التصرف سواء راجل او ست، مش عشان بس ما حدش يقول لي انت متحيزه للستات، انا لو متحيزه للستات ولا للرجاله، بس انا لما يبقى قدامي حاله زي دي بهذا الالم لازم يعني اتكلم، ما احنا بني ادمين في الاخر يعني. ففي ناس بينفصلوا بمنتهى التحضر والاحترام، ما بنوصلش لحد باب المحكمه حتى، يعني ما بنوصلش ان احنا نخرج من البيت نعمل مشكله بره البيت.
بينفصلوا عشان مش مرتاحين، عشان فاهمين ان ده كده خلاص، وده بيبقى ليه حياه، وهي بيبقى لنا ومن حقه يعيش، وهي من حقها تعيش، وفي اطفال، والطفل بيشوف اهله وبيشوف اهل ابوه وبيشوف اهل امه، والدنيا عادي جدا. ايه مشكلتكم لما نعمل كده؟ يعني المشكله ايه؟ انا افهم في حاله زي حاله ولاء، يمكن يا ولاء جوزك كان بيحبك عشان كده بينتقم منك. ما كانش خان. ما طبعا ماشي، انا ماشي، فرضنا يعني فرضنا فرضنا الولد ذنبه ايه؟ الولد ذنبه، طب الاخوات ذنبهم ايه؟ اتحرموا من بعض في السن ده. انا ولادي كانوا زي التوام بالظبط، 4 سنين و3 سنين. طب والولد بقى ادم اللي معاكي حالته عامله ايه؟ نفسيته متدمره طبعا، بقه لما بيتكلم بيتعوج. انا خايفه يعني، انا خايفه اكبر الموضوع عشان ابني ما ياخدش جلسات كهرباء، واستغثت كذا مره ان انا ابني في خطر، ابني اللي معايا في خطر، الله اعلم بالتاني عامل ازاي. كانوا زي التوام لدرجه انه رافض يروح الحضانه من غير اخوه، مش عايز يروح الحضانه من غير اسر. بيقول لي انا مش عارفه توصلي له خالص يا ولاء. اهله عزلوا، اهله سابوا البيت ومشوا. رحت انفذ القرار بتاعي من 12/7. وريني صورته كده، صوره اسر اهو. هاتي يا ماما ده القرار. طيب نشوف صوره اسر كده يا جماعه. طفل عنده 3 سنين محروم من امه، محروم ما عملش اي ذنب، محروم من اخوه عشان يتعاقب العقاب ده. والد اسر لو سمحت، يعني اذا كنا بنتكلم بصفه يعني او بنناقش الموضوع، حضرتك اتضايقت جدا وانتقمت من طليقتك علشان هي كلمتنا ولجأت الاستغاثه، لو سمحت حط نفسك برضو مكانها. انتوا في يوم من الايام كان في بينكم عشره، وكان في بينكم قصه حب، بغض النظر عن المشكله اللي ماليش دعوه بيها، بس في الاخر الطفل ده محتاج لامه ومحتاج لاخوه. محدش هيمنعك ان انت تشوفه، محدش هيمنعك ان انت تحتك بيه او تتكلم معاه. يا ريت تكون سامعني، يا ريت اهله يعني والده والدته، حضرتك برضو ام، ومش هيهون عليك ان انت تحرمي من ابنك. يا ريت نحاول نحل المشكله بشكل احسن من كده. ولا اتطلقت عشان اتوجعت من الخيانه، مش عشان هي متضايقه من يعني، مش عشان هي في عندها مشكله. ما كانتش هي فعلا كانت باقيه على هذا الزواج، ما كانتش اتوجعت من الخيانه مره واثنين وثلاثه. فأرجو لو سمحتم، لو سمحتم، لو حد سمعني إذا الأب، أنت مش هتقبل أن يحصل معاك حاجة زي كده. أنا بتكلم بصفة يعني إنسانية، حتى مش بصفة قانونية. نفس الشيء لمريم، يعني البنوتة اللي عندها، أنت طفلة رضيعة، خدها طفلة رضيعة 1 سنة و3 شهور، معرفش عنها أي حاجة، يعني بتاكل إيه، عايشة عاملة إيه، صحتها كانت إيه، يعني طفلة رضيعة بترضع اتخطفت من أسيوط للقاهرة. من يوم الخطف لما بروح أنفذ لم يستدل على عنوانه وما نعرفش أي حاجة عنه. بروح للشركة يعني ما يقولوا لي لا، ما نقولكيش على مكانه. ليه ما نقولكيش على مكانه؟ عشان ايه؟ هاتي لنا حكم من النيابة إن أنت عايزة تعرفي مكان شغله. وما فيش طب حاجه. طب يا حبيبتي ما فيش تواصل بين الاهل؟ انت لوحدك كده ولا ايه؟ لا في تواصل تمام، احنا ما نعرفش عنه اي حاجه. هم قافلين موبايلاتهم وما نعرفش عنه اي حاجه. هو عمل جريمه او عمل حاجه مع نفسه، ما لناش دعوه بيه. يعني هم اهله بيردوا عليك؟ الجده المفصل بتاع كتفها مخلوع، الجد ظهره يعني عيان، يعني ظهره وجعه، بنتي تختوخة شوية، فمين هيشيله؟ مين هيراعي؟ طفلة رضيعة، مين هيعمل لها ببرونات وبامبرز والكلام ده كله؟ طيب نفس النداء لطليق مريم، لو سمحت، هو انت حضرتك برضو فاهم الوجع اللي الام فيه؟ هي طلبت منك برضو الطلاق، وما اعتقدش ان كان في بينك وبينها قصة حب، بس في بينك وبينها قصة كبيرة قوي. فلومينا، فلومينا بنتك، واكيد انت بتحبها، واكيد هتبقى يعني مستريح لو فلومينا بتتربى كويس وبتاكل كويس وصحتها كويسه. فلو سمحت يا ريت حضرتك تكون سامعني كمان، او حد يعني رشيد صديق ليك، اي حد يسمعني لو سمحتوا، علشان نرجع الاطفال دول لاهاليهم. من فضلكم الطريقه دي ما تنفعش في الانتقام، ايا كان السبب. هي وحشه ايا كان السبب، انت وحش، هي وحشه، هم مش نافع اي حاجه. انا ما بتكلمش ان ده راجل وست، انا بتكلم علشان الطفل ده او الطفله دي مش هينفع. لحد امتى هتفضل معاك الطفل؟ لحد امتى
انت عندك إجابة على السؤال اللي هي هتسأله لك بعد كده لما تكبر؟ ده إذا كانت سوية يا فندم. هو الطفل هنا أكتر متضرر. بقول لحضرتك لا يمكن تبقى سوية طالما بعدت عن الأم. لا يمكن تبقى سوية، لا يمكن، مستحيل. ولا يمكن ابننا ياسر ده يبقى طفل طبيعي. لازم تحصل مشكلة، وتحصل مشكلة دي هتنعكس عليه لما يكبر، وممكن هو ينتقم من الجميع. يعني على فكرة هو مش ممكن، يعني هو يعني أكيد. عندنا حالات انتقموا من الاثنين لأن هما سبب في إن حياته كلها تتدمر. لما يبعد عن الأم ده في جزء كبير جدا بينقص، ممكن يكون مش باين قدامنا، مع ان انا متاكد انه باين. يعني متاكد ان الابناء دول بيتالموا عشان خاطر بعد الام، انما حتى لو مش باين، حتى لو احنا متصورين ان احنا نقدر نتغلب على الصراخ الطفل الرضيعة ولا عياط الطفل اللي عنده 3 سنين، انا كاب يعني خاطف قدرت ان انا اتغلب على ده، انما اتاكد ان الابن والابنه دول هيطلعوا ناقصين، مش ممكن يكون مكتمل. لازم يكون عنده أزمة نفسية كبيرة هتنعكس بشكل ما لما يكبر بطريقة أخرى، بطريقة أو بأخرى. بس في عنف، في تعدي من الأب ده، الابن ده ممكن يبقى معتدي بعد كده أو من الأكيد. فإحنا طبعا بنأكد على المناجدة اللي حضرتك قلتيها، إحنا حاجة إنسانية وموضوع إنساني مهم لمصلحة أولادنا. هؤلاء الأباء لازم يرجعوا الأطفال دي فورا. طيب لازم، وعندنا فرصة. احنا عندهم فرصة كبيرة جدا ان احنا كلنا نوقف معاهم ونساندهم، بس هم يرجعوهم، وكمان نديهم ضمانة على ان هم يشوفوا بالظبط، يشوفوا الولاد ويستضيفوهم كمان بوجودنا، يعني بضماناتنا احنا، سواء اذا كان شبكة دفاع الاطفال او مجلس قومي الطفولة والامومة. احنا لان هيبقى في تحرك كبير او اي ضمانة هم شايفينها المفترض ناخدها، انما عندهم فرصة كبيرة جدا ان الاطفال دي ترجع لاسرها بشكل هادي. ممكن يتواصلوا معايا، ممكن يتواصلوا مع مجلس الطفولة، ممكن يتواصلوا مع البرنامج بشكل او باخر. نحمي اطفالنا، احنا يهمنا في المقام الاول والاخير حماية الاطفال دول يطلعوا مواطنين في هذا المجتمع اسوياء. لو سمحتوا سواء الام او الاب اللي بيعمل كده، علشان الناس عمالة تبعت لي يعني بيحصل ساعات العكس، او الامهات يعني 20 مشكلة من رجالة و20 مشكلة من الستات، والاثنين شبه بعض، في اباء محرومة وفي امهات زي ما احنا شايفين محرومة. احنا جبنا نموذج للاب المحروم، والنهاردة بجيب نموذج للام المحرومة. دول غلط ودول غلط، يعني مفيش مشكلة طرف فيها غلط والتاني صح، دول غلط ودول غلط. وفي الاخر انا هتكلم على الطفل، في الاخر انا هتكلم على مصلحة ونفسية الطفل اللي هيكبر اسرع مما تتخيل، وهيحاسبك او هيحاسبك اقصى مما تتخيل، مش هقدر الومه. طيب احنا جاي لنا استغاثات من ناس تانية، لو سمحتم طيب نعرض الصور بعد اذنكم. طيب نقول لي اسامي. ده حمزه هشام، ده ياسر ابني، ده ياسين وائل، ودي مالك محمد صالح، ودي ساندرا سامح ليون، كريم عطيه رأفت، ده ياسر برضو. كل دول حالات مخطوفه. ده ياسر برضو، ده متولي بقاله 11 سنه بعيد عن حضن امه. تروح الكويت تنفذ يقول لها مش موجود، تروح مصر تنفذ يقول لها مش موجود. ده محمد هشام بقاله سنة، ده الأب، ده أبو ياسر. أيوة. ودي رؤية، وده أحمد سامح اللي في الأقصر، ده ابن، وده عبد الرحمن. عبد الرحمن عنده إعاقة، عنده بطء في الكلام، أخده منها ومسافر في تركيا، تعرفش أي حاجة عن ابنها. وده مالك. ودول بنتين نيره ومنى هاني، الاثنين مخطوفين، الاثنين مخطوفين بقالهم 4 سنين. ودي فيلومينا، ودي فيلومينا بنت مريم. ايوه. عبد الله ومريم وموسى اخوات الثلاثه متاخدين منها، دول ولاد تهاني اللي اتصلت. ودي تاليا، دنيا وزياد ويوسف، دول موجودين في عمان. طيب بصوا يا جماعه، احنا برضو هقول تاني لو سمحتم،
عندكم حل من الاثنين كده يعني دلوقتي في المشاكل اللي احنا بنقولها، يا اما نقعد كده نخطف من بعض العيال ونضايق بعض ونضيع عمرنا في المحاكم وفي الشارع ونضرب في بعض ونقل ادبنا على بعض، يا اما نعيش مع بعض بالغصب وغصب عننا ونقعد برضو نضايق في بعض والعيال برضو هتطلع نفسيتها وحشه عشان احنا خايفين نتطلق علشان مش هينفع عشان ده هيخطف ودي هتخطف، فدي مش حياه وده مش زواج ودي فعلا يعني سوء إدارة وسوء أدب مع قدسية هذه العلاقة، فمش هينفع الكلام ده خالص. أنا أدين كل حد فكر في الزواج بهذا الشكل، أي حد فكر في الزواج بهذا الشكل مدان بالنسبة لي، علشان لما نشوف كمية الأطفال اللي مخطوفة دي واللي بعيد عن أهالي سواء بعيد عن حضن الأب أو بعيد عن حضن الأم زي ما احنا شايفين، أمهات بقى لها بالسنين ما شافتش ولادها والأطفال صغيرين ومحتاجين حضن الأم، لو سمحتم بتكلم بصفة إنسانية وأكيد الصفة القانونية هتكون موجودة بعد طبعا. كده بس أنا لا يعني بتكلم بصفة إنسانية بحتة، كل واحد يحط نفسه مكان الأمهات اللي قدامنا دول. طيب أنا قبل بس ما أختم هقول خبر عاجل سريعا، الرئيس عبد الفتاح السيسي ينعي رئيس فيتنام تران داي كوانغ اللي توفى صباح اليوم عن عمر ناهز 61 عام، وأرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعزيل الشعب الفيتنامي في وفاة رئيس البلاد. ده خبرنا العاجل نختم به هذه الفقرة، وفي النهاية مرة تانية عايزة أقول حاجة، قولي يا حبيبتي. بناشد أستاذ نجيب ساويرس كأب، عايزة بنتي الأب والجد والعم شغالين في الشركة، شركة قراصكم المقاولات، بناشد كأب إن أنا عايزة بنتي، بناشد وزير الداخلية، بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي رجع لنا عيال. شكرا. بنتي ما لحقتش اخطبها، ما لحقتش اقطعها سنة ونص. احنا قدمنا حاجة مهمة برضو، يعني رئاسة الجمهورية كانت بتهتم ببناء الشخصية المصرية، قدمنا تقرير فإن بناء الشخصية المصرية يبدأ من الطفولة. وبناء عليه الطفل الاطفال دي هتبقى غير اسوياء في المستقبل، وده تقرير مفصل، وبالتالي تم توجيه النائب العام وزير الداخليه جميع وزاره التضامن الاجتماعي مجلس قوانين الطفوله والامومه لاخذ لتنفيذ فورا على الاباء واخذ الاطفال منهم لحضانه امهم، وده اللي هيتم ان شاء الله الفتره اللي جايه. اي حد سمعنا بيهمه هذا الامر لو سمحتوا يقف جنبنا، يعني دموع الامهات بهذا الشكل. ممكن اقول حاجه بس؟ قولي. انا كمان اتفضلي. بناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاب، ابونا كلنا، احنا كلنا معانا احكام محكمه، يعني كلنا ماشيين بالاجراءات القانونيه، احنا عارفين ان مشاغل حضرتك كتيره جدا وربنا يعينك يا رب على اللي انت فيه وعلى المسؤوليه الثقيله اللي على حضرتك، بس احنا طالبين من وقت حضرتك ساعه واحده يا ريس بس، اقعد معانا واعرف مشكلتنا ايه، ساعه. احنا عيالنا ما نعرفش هم عايشين ولا لا، هم كويسين ولا لا، هم مع الاب بس الاب هربان بالولد، انا ما اعرفش مكان ابني فين، انا ابني بره اسكندريه، الله اعلم في اي محافظه، الله اعلم ابني فين، يعني في مصر ولا بره مصر. كلنا امهات معانا قرارات تسليم صغير، يعني احنا مش غلطانين. مش معقوله ولادنا يعني كلهم مخطوفين في الرؤيه، كلهم مخطوفين في الرؤيه. مش معقوله ان يعني نبقى وصلنا لهذا الدرجه او هذه الدرجه من التقدم والامهات قاعده بهذا الالم لاسباب كثيره جدا، لأسباب كتيرة جدا، يمكن هنناقشها معاكم، ناقشنا بعضها وهنناقش معاكم الباقي بعد كده، بس يعني هذه الذنوب يا جماعة لا تغتفر. محدش حاول تتخيل حياتك كده يوم واحد من غير أمك وانت في السن ده، هتحس بالظبط بالناس اللي معايا دي، يعني قد ايه بيتألموا، قد ايه تعبانين، وقد ايه يعني حاجة ما يتقالش بعدها كلام. لو سمحتم بصفة إنسانية أي حد عنده المشكلة دي يقف جنبنا بعد إذنكم، وأنا يعني بعتذر لكم طبعا على اللي حصل. مشكور حضرتك جدا، مشكور القناة بجد على وقفتكم معانا. ميرسي خالص على ظهورنا. قريبا إن شاء الله هنحل المشكلة دي إن شاء الله. أنا بشكرك يا أستاذ أحمد جدا. أنا بشكرك وبشكر ولاء ومريم، وان شاء الله يقولنا المره الجايه باولادهم يا رب. ان شاء الله. طيب شكرا ونخرج لفاصل.